صباح الخير، صباح السعادة، صباح الصحة على كل اللي بيشوفونا في كل مكان، وحلقة جديدة من حكاوينا بالمصري. طبعا فقرتنا بتبقى صحة عامة وصحة نفسية، والفقرة الثانية بتبقى فقرة فنية. بس قبل ما ننوه عن موضوعنا النهاردة، لأن موضوعنا النهاردة جميل جدا 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 وهتستمتعوا بيه إن شاء الله، تعالوا نصبح على زمايلي. صباح الخير يا هدى. صباح الخير يا دودو. صباح الخير يا جميل. الطريق النهاردة هادي. بس يوم كله مواقف وطرائف من أوله كده. بدايته الجو لذيذ، ابتدينا خلاص بقى الشتاء او حلاوه طيب. الشتاء زي ما بيقولوا بالوانه بقى وكده، ريحه الجو بتبقى جميله. دي حقيقه فعلا. صح. معانا النهارده فقرات ايه؟ وانت طيبه حبيبتي؟ النهارده مش فقرات، النهارده الحلقه كامله هيكون معانا دكتور محمد جوده، اخصائي علاج طبيعي وتغذيه علاجيه، هيكلمنا بقى عن انظمه الغذاء بوجه عام، ازاي كل في كذا نظام غذائي، كل جسم ليه طبيعه نظام هيمشي عليها، ايه مثلا الحاجه اللي هتمشي مع النظام الغذائي تساعده في التحفيز ان الجسم ينزل كميزان وكدهون، كل ده هو هيوضحه لنا وهنتكلم معاه فيه بكل اشكاله وانواعه. صح يا هدى وشباب؟ ده حقيقي. احنا كمان عندنا الشتاء ده كلنا بنواجه فيه ماساه، بناكل كتير، ناكل كتير عشان الهدوم بتداري. لكن هو المشكله كلها ان انت بتاكل بتدفى اصلا، ما ينفعش يعني. نيجي في الصيف نكتشف بقى، لا فاهمه. وطبعا بنواجه مشكله ان احنا في الشتاء، وهو اصعب حاجه اللي هو الدايت، ما بنعرفش نخس، المايه بتكون متخزنه في الجسم، فبيبقى فيه صعب جدا في النزول في الجسم، في النزول في الشتاء. ده حقيقي. بتبقى في اماكن معينه، نيجي في الصيف الحته دي مش مظبوطه، الحته دي مش مظبوطه، فالدكتور يقول لك ايه؟ كل ده من تراكم في الشتاء. طب نعمل ايه؟ علشان في الشتاء بنشرب سحلب، وبنشرب موغات، وبنشرب مش عارف ايه، فكل الحاجات دي بتدي سعرات حراريه اصلا. صح، دي حاجه. وبعدين ايه ده؟ انظمه الدايت كتيره. يعني في نظام احنا لسه هنتكلم عليه، بس مش عايزين نحرقها، مش عايزين نحرقها. في انظمه كتيره في الدايت، لكن القصه كلها ان هو مفيش حاجه اسمها دايت، هي الموضوع كله ان انت ايه، نظام غذائي، بتظبطي الدنيا، بتقومي نفسك وبتهذبي نفسك في الاكل. انا شايفه ان ده هو كده. وكمان يا شيماء لازم هدى ناخد حاجه تساعدنا مع النظام الغذائي عشان نعرف ننزل، مش بتبقى حاجة لوحدها نظام غذائي، مش هعرف. وباجي في النص بحس بملل، انا زهقت، مش عايزة اكمل. ده حقيقة. طب ما انا لازم يبقى معايا حاجة تديني طاقة او تديني باور عشان ما احسش بالملل ده. وكمان كمان لازم يبقى معاكي كمان عليك رقيب. يعني انت عشان تمشي لوحدك لازم، صح ولا مش صح؟ الدكتور لازم الدكتور تمشي معاه. وبعدين هو اصلا المشكله ان الشتاء لازم تاكلي، فهو غصب عنك بقى، مش موضوع سعرات حراريه بقى، حاجه تسد نفسك فعليا يعني، بالذات الحاجات الحلوه. لازم ناكل، لازم نشرب شوكولاته. يعني في ناس تشرب اللبن بقى وشوكولاته. يعني في ناس بتحب تشرب حاجات دافيه، انا عكس الناس، انا بحب حاجات ساقعه. لا مش حاجه، بحب اكل حاجات، بحب اكل سكريات، بحب الحاجات الحلوه. بسبوسه، انت عايزيني بعد الحلقه على بسبوسه بقى. طب ايه سحلب والمكسرات؟ لا 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 لا، ماليش في الحاجات. بالنسبه للمغات اخباره ايه في الشتاء؟ بالسمنه صح؟ يا نهاركم ابيض، تدخلوا كام سعر حراري داخل الجسم؟ المغات ده حاجه فظيعه يا جماعه. هو مش المغات ده بيبقى في السبوع بس تقريبا؟ عادي ممكن نجيبه في الشتاء في البيت، بس فعلا في ناس فعلا بتشربه، وده اساسي في الشتاء، مش قصه ان هو بيبقى لحظه لما يكون في اسبوع المناسبه دي. احنا العادات عندنا لما يبقى فيه ده، هو ده بس تبقى موجوده، بعد كده ما بيجيش. اصل كمان حلو قوي للاطفال يعني، يعني سيبك من احنا كبار وهنتخن وكده، هو حلو قوي ومغذي. ما هو مغذي للاطفال، بس بنيجي بقى الطفل بيبقى عند سن 6 سنين تلاقيه قلبوزه. انا ابني محتاج يخس. طب ما اللي انت بتشربه له وبتاكله له كوبايه، ما هي دي فيها كام سعر حراري؟ شوفي بقى انت حطيتي بقى عليها سمنه قد ايه، معلقتين. خلاص يا جماعه، مش عايزه مغات، مش عايزه مغات الشتاء ده. لا، واحلى حاجه يا شيماء لما نيجي مثلا نعمل اي نظام غذائي، سي علينا او على الناس المشاهدين، نيجي نعمل نظام غذائي، لا انا هبدا بكره، لا 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 لا، انا هاكل الحته دي وبعد بكره هاكل، بعد بكره اتعزم. ما ينفعش يا جماعه. طب انا ما ينفعش؟ لا بصي، هم معلقتين بالعدد مش هيعملوا حاجه. انا ضعفت قدام الاكل، معلقتين هي عمليه حاجة. فعلا معلقتين بقى تجيب الطبق كله. بتقومي نفسك وبتهذبي نفسك فعلا عشان تحسي ان انت لايف ستايل زي ما بيقولوا. كل ده بقى هيوضحه لنا دكتور محمد جوده، اخصائي علاج طبيعي وتغذيه علاجيه. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نستقبل ضيفنا في الحلقه. استنونا. Thank you.
رجعنا لكم اعزائي المشاهدين في برنامج حكاوينا، وطبعا نوهنا في الفاصل ان هيبقى معانا دكتور محمد جوده استشاري التغذيه والتاهيل وعلاج السمنه. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يخليك. ربنا يخليك. طبعا احنا عندنا مشكله كبيره جدا، مشكله الدايت، وفي انواع كتيره جدا او مسميات كتيره للدايت. تمام. والنوع الشائع اللي دايما معظم الناس دايما لما بتروح له دكتور هو يقول لها انا هعمل لك دايت كيميكال، اللي هو الدايت الكيميائي. هل الدايت الكيميائي ليه فوائد وليه اضرار، ولا هو اصلا ايه؟ هو احنا دخلنا في موضوع يعني بشكل مفصل اكتر، هو فكره السمنه او زياده الوزن. تمام. دي مشكله صحيه، لازم نبقى متفقين ان الشخص ده عنده مشكله صحيه. تمام. مش مجرد ان هو عنده زياده وزن او شكل هو عايز يتخلص منه. الموضوع ليه ابعاد اكبر، ان انا هاو تو بي هيلثي، او ازاي ان انا ادخل في برنامج غذائي صحي ياثر بالايجاب على صحتي. تمام. الشخص اللي عنده زياده في الوزن او عنده سمنه ده بيطلع السلم بينهج، ده معرض جدا ان هو يبقى عنده مشاكل ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، مشاكل القلب، مشاكل العظام كمان، الام الظهر وخشونه المفاصل. كل المشاكل دي بيتعرض كله. الزياده في الوزن زياده على الرجل والظهر والقلب، كل حته في الجسم بتاثر. اذا انا بدخل برنامج غذائي صحي متوازن. اي حاجه تعوق التوازن الغذائي الصحي دي تبقى حاجه مش صحيه، وحاجه بتاخد الايه جزء، ان انا عايز افقد كيلوغرامات على الميزان او ببص تحت رجلي على الميزان، ودي فكره خاطئه تماما. ده بقى يدخلنا في اللي حضرتك قلتيه كده، الدايت الكيميائي، الكيتو، الدايت الزبادي، دايت المسميات طبعا ملهاش اي يعني مسميات يعني ايه اللي هو ناس عملوها او ما فيش سبب علمي او اساس علمي عليه. فالدايت الكيميائي زي ما حضرتك قلتي ده مجرد، طبعا انا مش معترف بالحاجات دي، نوع واحد. انت بتاكل زبادي طول اليوم، بختار لك حاجه معينه الكالوريز بتاعتها قليله طول اليوم، فبالتالي الجسم السعرات الحراريه داخله بتبقى قليله، فبيبدا يفقد وزن، ولكن هو بيفقد صحته لان التوازن الغذائي هنا مش موجود. فطبعا طبيا وعلميا هذه الانواع والمسميات من الدايت هي حاجه غير علميه، حاجه غير صحيه. الدايت او النظام الغذائي هو لازم يبقى متوازن، موجود فيه كل العناصر الغذائيه اللي احنا محتاجينها. كمان الدايت ليه حاجه مهمه جدا، ازاي الدايت او البرنامج الغذائي اللي الدكتور بيحطه للشخص يبقى متوافق مع حالته الصحيه. يعني لو حد عنده سكر، ازاي ان انا ارتب له العناصر الغذائيه ان هي تخدم المشكله دي او تقلل منها. حد عنده مشاكل في الكلى، ترسب للاملاح، ازاي ان انا احط له حاجات هتخلصته من الاملاح الزياده جوه الدايت. وبالتالي انا هنا مش بس بيبقى هدفي انقاص الوزن، ولكن هدفي ان انا احل لك مشاكل صحيه موجوده. تمام. لان الغذاء، في مثل صيني بيقول اجعل غذائك دوائك قبل ان يكون دوائك غذائك. يعني بدل ما تاخد طبق فيه سلطه وفاكهه وحاجات فيتامينز ومضادات للاكسده هتفيدك صحيا، لا، انت ممكن تاخد طبق كله اقراص دوائيه. اذا انا لو نظمت اكلي بشكل صح، متوازن وصحي، انا هفيد نفسي صحيا، وكمان ممكن احل مشكلات صحيه عندي. تمام. فالانواع دي طبعا مش صح. مش صح. سليمه يعني، اكيد نفسي على الاقل. طب النظام الغذائي بقى يبقى ازاي؟ النظام الغذائي، النظام الغذائي زي ما احنا قلنا كده، طبعا احنا لازم نحدد المشكله في الاول، ان احنا نعمل الشخص ده بنشوف الشخص كمان. ده وزنه مع طوله، ايه المشاكل الصحيه اللي هو بيواجهها، الروتين بتاعه، الدايت الناجح او النظام الغذائي الناجح هو اللي بيتوافق مع رغبه المريض ومع رغبتي انا كدكتور. انا اشوفه بيحب ايه، فعشان كده بقول بالظبط. يعني ازاي ان احنا مثلا انت، انا حاطط لك في الدايت ده كوسه وانت ما بتحبش الكوسه، لا لازم تاكل الكوسه، اذا ده هيبقى في اختلال شويه نفسيا، لان الدايت ليه جزء نفسي مهم جدا. ازاي ان انا طبعا ازاي ان انا اشكل الحاجات اللي انت بتحبيها او الشخص ده بيحبها او متعود عليها على رغباتي انا، ان انا ازاي ادخله في برنامج صحي. لو عملنا التوازن ده الدايت الناجح. يعني انا لازم اسمع كلام حضرتك، لو انا مش بحب الكوسه اكل الكوسه؟ لا طبعا، لا انا بقول عكس كده. عكس كده، التدايل موجوده. تمام. مفيش حاجه اسمها ان انا احط لك نوع معين من الاكل، ولذلك الورق الدايت، خد امشي على الورقه دي والناس. ايوه بالظبط. الدايت ده خطه زي العلاج، انا بتكلم مع الشخص ده، بشوف مشاكله الصحيه والنفسيه والحياتيه. انت بتشتغل امتى؟ بتصحى من النوم امتى؟ طب وجباتك امتى؟ نبدا نرتب ده معاه هو عليه هو. فاذا مش كل الناس زي بعض، يعني مش كل الناس هتاخد نفس الحاجات، مش كل الناس هتاخد نفس الاصناف، في بدايل. والفكره كمان في فكره الدايت او دخول الشخص ده برنامج غذائي، هو ان الدكتور هنا وظيفته ان هو
بيروح لدكتور بيحس ان حد بيراقبه، بيحس ان حد بيحل له المشكلات اللي بيواجهها بتخليه ما يكملش الدواء. انا مثلا بدوخ، انا بصدع، انا بجوع، انا ببقى نفسي في حاجه مسكره بالليل. فبنبدا ناخد الحاجات دي ونقيمها ونحطها في نظامه اللي احنا هنحطه له. ده كمان في كمان اللي هو بيديله كمان الديتوكس اللي هي الفاكهه. بالظبط الدايت، ما هو الديتوكس يعني تخلص الجسم من السموم. وبالتالي انا بهتم جدا، ودي حاجه صحيه لكل الناس، مش شرط ان هو يبقى عايز ينزل وزنه. احنا بنقول هاو تو بي هيلثي، ازاي ان انت تبقى صحيا افضل. فهحط له اكيد ميه، لازم نهتم ان احنا نشرب ميه، هنحط له بعض المشروبات اللي هتزود له معدل التمثيل الغذائي او تتخلصه من املاح زياده لو هو عنده مشكله. طب انا حضرني سؤال ده، يعني انا دلوقتي بعمل اللي هو الدايت اللي هو الديتوكس تمام، وجيت وزنت لقيت نفسي ان انا نزلت، لان ده يعتبر اول اسبوع، بعد الاسبوع باجي بعمل الدايت بقيت نفسي ما نزلتش. حلو، هنا بيحصل ايه بقى؟ بيقول لي الجسم هنا معاند معايا. يعني ايه جسم معاند؟ خدينا بقى في حته بقى مهمه جدا. كل الناس مهتمه جدا بيها، الوهم ان انا ببص تحت رجلي وهو الميزان. نفهم بقى ايه موضوع الميزان، لان الميزان ده بيعمل مشاكل نفسيه قويه جدا. يعني انا كان عندي حاله 160 كيلو، دي مؤهله ان هي تعمل جراحه. تمام. مشكله نفسيه قويه جدا، يعني طبعا مش حاجه وتلاتين، مش قادره اتحرك، مش قادره امشي. احنا يعني اتفقت معاه ان الميزان ده احنا مش هنبص له. ليه بقى؟ لان حضرتك دلوقتي لو انا وزني 70 كيلو دلوقتي حالا، لو جبت ميزان، انا طلعت دلوقتي 70، اديتيني ازازه ميه اشربها لتر وشربتها وطلعت تاني على الميزان بقيت 71 في نفس اللحظه. هل ده معناه ان انا وزني زاد؟ اذا الميزان بيتاثر بحاجات غير حقيقيه. انا هنا بتعامل مع الدهون، الدكتور هنا لازم يشيل الضغط النفسي من على المريض فكره الميزان، لان المريض بيبقى جاي مرعوب. انا نزلت قد ايه؟ انا مش هنزل. ده طبعا اولا لو واكل او شارب قبل الميزان بيزيد على الميزان، كاني لابس جاكيت تقيل وبقلعه. بالظبط. انا فقدت قد ايه دهون؟ هي دي الفكره. انا صحتي اتحسنت قد ايه؟ انا النهارده عملت برنامج غذائي اللي الدكتور قال لي عليه، فحسيت ان انا بقيت اتحرك احسن، ما بقيتش انهج، لبسي بيوسع، كان عندي مشاكل في الظهر فبدا الم الظهر يقل. هي دي النتيجة اللي أنا ببص لها أهم مليون مرة من الميزان. لأن أنا لو دخلت في تجربة بحكم عليها مش بالقطعة، يعني بعد شهر أو شهرين أنا حصل لي أكيد هفقد كيلو جرامات طبعا على الميزان، ولكن الأهم إن أنا أبص له الحاجة الكبيرة، إن أنا صحتي اتحسنت قد إيه؟ بقيت هيلسي ولا لأ؟ في مشاكل صحية كانت عندي. الشكل كمان ليه علاقة، يعني لما أنا بوسع التيشيرت، التيشيرت وسع، اللبس وسع، ده معناه إن أنا فقدت كتلة دهنيه. لان معلش فكره الميزان دي، لو حد دخل بقى في البرنامج اللي حضرتك قلت عليه الكيميكالز ده هيفقد كيلو جرامات على الميزان زي الفل. ليه؟ الجسم بيحصل له زي شوك. انا ما بتدخلوش نشويات خالص، ما فيش اي حاجه، فبيبدا يتخض، يبدا يكسر في الدهون، بس هيفقد بقى جزء كبير ميه، هتنزل طبعا الميزان وجزء من الدهون، فهينزل حلو قوي على الميزان، هيتبسط. يعني اقل حاجه 4 5 كيلو في الاسبوع الاولاني. حلو قوي، جميل. ده كيميكالز كمان. بعد كده الجسم بيحس ان هو داخل في حاجه اسمها تجويع، ستارفيشن، مجاعه. فبالتالي الجسم الدهون دي مصدر الطاقه بتاعته بيخاف عليها، فبيبدا يحافظ اكتر عليها ويفقد حاجات بسيطه منها، ويبدا يكسر في العضلات، في العظم، في الميه. فتلاقي الشخص ده بقى ايه؟ لبسه ما بيوسعش، شحوب، انيميا، نقص فيتامين، بيدوخ، بيقع شعره، بيقع كل المشاكل الصحيه، وبينزل على الميزان نزول وهمي، لانه بيفقد عضلاته، بيفقد عظمه. الكتله الدهنيه اللي انا عايز افقدها عشان اغير من شكلي ومن صحتي هي لا تزال. بس لما بيجي يرجع بعد كده الدكتور يرجع الضعف اكتر من الاول. هيرجع الضعف، لان الخلايا الدهنيه لسه محتفظه بنفسها، لسه موجوده. وبالتالي كمان الجسم بيبقى عنده نهم ان هو يخزن دهون، لانه حاسس ان هو كان في مجاعه. انا عندي فلوس في البيت وبيجي لي فلوس، فبصرف من هنا ومن هنا. لما الفلوس تنقطع هبدا احافظ على في البيت. طب سؤال يا دكتور، دايما دكاتره الدايت يقول لازم الفطار يبقى الصبح بدري. طب نفترض ان انا عندي صعوبه في الصحيان بدري وبصحى 12. شفتي بقى انت قلتي ايه؟ الدايت الناجح ان انا اشوف اللي انا احطه على توافقك انت. تمام. الصحيان بدري حاجه رائعه جدا زياده معدل التمثيل الغذائي، النوم بدري حاجه رائعه جدا زياده معدل التمثيل الغذائي، ولكن انا جاي لي شخص هو مريض، السمنة مرض مش مجرد شكل. فبالتالي انا بحط له حاجه، انا بقول له لو صحيت بدري افضل. طب انا يا دكتور انا ظروف حياتي ان انا هصحى الساعه 11 الساعه 12، مفيش اي مشكله، انا هحط لك الحاجه المتوافقه معاكي. ما هو انت يومك بيبدا في اللحظه دي، وبالتالي انا هحط لك الفطار على يومك. ولكن احنا بقى بنقول ايه؟
يفضل ان الفطار يبقى في خلال ساعه او ساعتين من الاستيقاظ عشان معدلات التمثيل الغذائي. انا مش هقول لك اصحي الساعه كذا، ولكن هقول لك على الاقل لما تصحي لازم نفطر في خلال ساعه او ساعتين. حتى لو انت ما بتفطريش ممكن اديلك مشروب الصبح يزود معدل التمثيل الغذائي على حسب الحاله الصحيه او انت محتاجه ايه. ممكن ناخد حاجه بسيطه، فاكهه، خصايه، خياريه، عشان نقول للمخ ان انا صحيت، وبالتالي معدلات التمثيل الغذائي تبدا تشتغل. وبعد كده الفطار بقى خلال ساعه ساعتين. طب دكتور معلش، هو كان في وقت كده جينا فيه وسمعنا ان كل ما نصحى من النوم ناخد كوبايه ميه دافيه وعليها ليمونه وبعدين نستنى بقى مثلا ساعه وشويه، سمعنا ان ده غلط على المعده. فانا هو فكره برضو ان انا بشرب، لا ده ليمون، وليمون الصبح، زبادي على ليمون بالليل، ده اسبرين بنجود، في حاجات، لا كل ده ممتاز وجميل. بس الفكره في ايه؟ لان شخص يجي يقول لك انا بشرب، انا باكل زبادي على ليمون بالليل كل يوم بس ما بخسش، وهو اصلا ضارب بيتزا وكريب وحاجات الصبح. فهو احنا ما نربطش فكره ان انا انزل وزني بحاجه هاخدها فوزني هينزل. انت بتدخل في برنامج متكامل، انما الليمون طبعا بالظبط يعني مش بيأذي المعده لما اشربه على ريق ميه دافيه. مفيد جدا الليمون. الشخص ده عنده مشكله صحيه ولا لا؟ هل انا عندي القلويه والحمضيه بتاعه المعده فيها مشاكل؟ انا شخص طبيعي هشرب ليمون مفيش اي مشكله. الميه الدافيه ملهاش علاقه بالتخسيس، عشان برضو يعني لو ليمون على ميه بتزيب الدهون. يعني دي برضو معلومه انا بسمع. يعني انا دلوقتي عندي مثلا كيس خضار مجمد، فانا هحط عليه ميه فيفك، ميه دافيه فيفك ازاي؟ يعني اللي بيشرب مثلا، لا هو تقريبا بتقفل الشايه شويه. يا طب انا بتقفل بجد؟ بتسد النفس، تحس ان احنا خلاص مش هنشرب حاجه او ناكل بعديها، مفيش حاجه بتنجزع. الميه في حد ذاتها ممتازه جدا صحيا، وكمان بندخلها في الانظمه اللي هي بتهدف لانقاص الوزن، لان الميه ليها فوائد كتير جدا. بتزود لي معدل التمثيل الغذائي، بتخلص من الاملاح الزياده، بتعمل كانها كديتوكس لانها بتخلص الجسم من السموم. طيب. حلوه للجلد والبشره. احنا بناخد الحاجه كفايدتها ككل، انما مفيش حاجه اسمها هشرب ميه دافيه الصبح والله ما يبقى ينفع خالص. وهنكمل الدايت باقي اليوم. تمام. بس ده هيساعدني. الميه الدافيه مالهاش علاقه باي حاجه. طيب. ميه فتره والليمون بيزود معدل التمثيل الغذائي، وهدخل في البرنامج المتوازن. وكمان فكره المشروبات زي ما انا قلت في اول الحلقه، انا عندي مشاكل، يعني ما حد عنده بيصحى من النوم كعب رجله بيوجعه املاح. فالشخص ده انا هحط له حاجه تخلصه من الاملاح وتزود له الحرق. فانا مثلا هحط له الصبح بقدونس وكرفس، مش هحط له بقى ليمون. فبالتالي ده هينقي جسمه من السموم، المشكله الصحيه اللي عنده، وكمان هيزود له معدل التمثيل الغذائي. يبقى انا عملت حاجتين، حليت له مشكله اصلا عنده، وكمان حاجه هتزود له معدل التمثيل الغذائي. فعلى حسب الشخص. طب دور القرفه والجنزبيل بين الوجبات؟ المشروبات ممتازه جدا بزياده معدل التمثيل الغذائي برضو. القرفه طبعا ممتازه جدا، بتزود معدل التمثيل الغذائي وبتحسن الهضم، والمشاكل الدوره الشهريه عند البنات والستات برضو بتحسنها ليها. والجنزبيل طبعا رائع. كل في مشروبات كتير جدا بنستخدمها في برنامج انقاص الوزن على حسب انا شايف المشكله فين. حد عنده مشاكل في الهضم والقولون وانتفاخات وعنده زياده في الوزن، هحط له حاجه زي البابونج تريح له الجهاز الهضمي، يتحسن له الهضم، تزود له معدل التمثيل الغذائي. مشاكل برضو ضغوط نفسيه، ممكن احط له نعناع. عنده الضغط عالي احط له بردقوش مع كركديه، كل ده هيزود معدل التمثيل الغذائي وهيحل له مشكله صحيه اصلا موجوده عنده. والامساك يا دكتور، احنا بنعاني بقى من الامساك في الدايت. ده بقى الامساك احد اللي هو ايه الاثار الجانبيه للدايت، ولكن برضو الدايت المتوازن هيقلل لي اصلا لو عندي امساك المفروض ان هو يعالجه. ليه؟ لان الدايت المتوازن ده فيه كل العناصر الغذائيه. العناصر الغذائيه من اهمها السلطه والفاكهه. ده اساسي. السلطه والفاكهه فيهم كميه من الالياف كتير جدا. الالياف دي هي دي علاج الامساك، وليها كمان فوائد صحيه قويه جدا. ان هي الالياف دي اولا بتشبع لانها بتنفش، بتعمل فولنس او امتلاء في المعده، بتقلل من مستويات الكوليسترول في الدم، بتحسن الهضم. عشان كده احنا بنقول العيش البلدي هو الحاجه الصحيه لانه فيه رده. انما العيش الابيض اللي هو زيرو دقيق وفيه دقيق بس، مش بس الكالوريز عاليه وان انا هبقى عايز اكل اكتر، ولكن ده اصلا هيعمل لي عسر هضم لعدم احتوائه على الالياف. فالامساك مهم جدا ان انا احط في نظام الغذائي الياف. الميه هتقلل من الامساك اللي احنا اصلا بنحطها في الدايت. المشي بيسهل حركه الامعاء وبالتالي بيقلل. في حاجات بقى ممكن تعالج الامساك جوه الدايت. لو حد عنده مشكله مزمن ممكن احط له تين مثلا، تين مجفف، مع ان التين من الحاجات الكالوريز العاليه. اذا احنا بنستخدم الغذاء كحل للمشاكل، مفيش حاجه اسمها اصل ده ممنوع. هو ده السؤال اللي كنت اساله لحضرتك دلوقتي، ان احنا ساعات بنفطر الصبح، انا بفطر حاجه بتديني 300 كالوريز،
تمام. وحاجه ثانيه وحد ممكن تديله 100 كالوريز. تمام. طب انا عايز اعرف اوازن ده ازاي، ومين اللي يمشي عليها، وايه الحاجات اللي ممكن تنفعه والحاجات اللي ما تنفعوش، ممكن تنفع عندي ما تنفعوش هو. هو ده السؤال اللي انا عايز اساله. تمام جميل. السعرات الحراريه هي ان الحاجه اللي انا باخدها دي بتديني طاقه قد ايه، وهل انا هخرج الطاقه دي في شكل مجهود ولا لا. انا لما حد بيجي لي عشان يعمل دايت انا بلغي له الفكره دي خالص. ليه بقى؟ ليه؟ لو انا النهارده حضرتك جايه، حد جاي عايز ينزل وزنه، فانا قلت له طب بص خد الخمس ست ورقات دول فيهم كل الكالوريز اللي في الاكل. تمام. التفاح فيه قد ايه، العيش فيه قد ايه. فبدا جميل. طبعا كل حاجه بقى، الجاتوه، الحلويات، كله، كل الاكل. فبالتالي انا هقول له انت ليك مثلا 1500 سعر، او مثلا جسمه عشان دي بتختلف من جسم لجسم. طبعا ال- ال- الوزن والطول والعمر والمجهود البدني هو اللي بيتحكم في عدد السعرات الحراريه اللي جسمك محتاجها عشان يثبت او ينزل. هو ليه حاجه عشان يثبت، وبعدين انا بقلل شويه عشان ابدا افقد من المخزون. طب دون ممكن تبقى من فصل لفصل؟ لا 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 لا، هنتكلم في موضوع الفصول ده تاني. هنقوله بس انا هكمل جزء السعرات. لو انا اديت الشخص ده الورقه، ده الشخص ده جاي لي هو اصلا يعني يومه او لايف ستايل اسلوب حياته غلط، فلو قلت له خد 1500 سعر هيعمل ايه؟ وانت كده هتنزل، وهو ممكن ينزل، هيروح ياكل جاتو، قطعه جاتو والحلويات وطبق رز كده وزي الفل، انا مش هاكل تاني، وخد السعرات. اذا هو فقد التوازن الغذائي اللي انا عايز اعلمه له. هو الشخص ده بيجي للدكتور المفروض ليه؟ عشان اعوده على نظام غذائي متوازن يكمل بيه حياته من غير ما يحتاج للدكتور، وبالتالي هو يعيش حياه صحيه افضل، مش بس يفقد وزنه. هدفنا الظاهر هو فقدان الوزن، ولكن الاهداف الاكثر بقى واقعيا ان هو يعيش حياه صحيه افضل. فبالتالي ما اقدرش ان انا اتكلم معاه في السعرات في اول مره، ده في الاخر بعد ما يتعود على لايف ستايل وجسمه نزل، اقول له بقى لا طب احنا بقى هناخد 1500 سعر يا دكتور. الو الو الو، الخط فصل. طب الخط فصل. طب سؤال يا دكتور، لما بتيجي الكيس لحضرتك اول مره بتبدا تعرف هو بيفطر ايه او هي بتفطر ايه، والغداء ايه والعشاء ايه، وانت حضرتك بتبدا بقى تظبط الدنيا معاه؟ هو ده اللي احنا بنقوله. تمام. ازاي ان انا اكيف النظام الغذائي او اسلوب الحياه ده على الشخص ده. يعني في ناس كتير يقول لك انا ظروف شغلي، انا ظروف حياتي، انا برجع بالليل وباكل، انا طب هعمل ايه، طب انا ما عنديش وقت عشان اعمل كذا. هو الدكتور المفروض ان هو دوره كده، مش دوره ان انا اقول لك امشي على دي. ما انا جاي ليه للدكتور؟ ما انا مش عارف امشي اصلا. ما انا مش عارف ان انا امشي. فبالتالي احنا ازاي نكيف ده؟ زي ما حضرتك قلت كده، انت بتفطر ايه؟ بتصحى من النوم الساعه كام؟ عندك مشاكل صحيه ولا لا؟ لازم خريطه نبدا ان احنا نتكلم فيها. الاسبوع اللي بعده جالي لا ده انا بقيت احس بامساك، بدا يبقى في مشكله بتظهر. طب ازاي ان انا هعالج ده من خلال الاكل؟ او حتى اديله بعض الحاجات اللي تحل له المشكله، لان كل ما الشخص المشكلات بتاعته بتقل اثناء فتره الدايت. الو 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 يا حبيبتي. ايوه يما. الو يما، انا يا حبيبتي. ازيك يا امي، عامله ايه؟ ازيك يا ست الكل، كتر المرض يا بنتي. ربنا يخليك. اتعرف بيه، اتشرف بيا واخره ويريح قلبك ويهدي. الله يخليك، اتشرف بيكي. اسمك اسم حضرتك؟ انا خدمتك ام حماده. اهلا يا حبيبتي، ازيك يا ام حماده؟ اتفضلي سؤالك للدكتور، اتفضلي. على اللي هو اللي بيقول الكمون، واقول اساله كده انا عندي امراض، ينفع اخد الحاجات دي ولا ما ينفعش؟ اتفضلي اتفضلي اسالي. هو فين الدكتور؟ انا معاك. هو معاكي، سامعك اهو، هو سامعك. ايوه ماما اتفضلي. انا عندي 67 سنه معلش، وانا ست كبيره. ربنا يديك الصحه. تمام. دلوقتي انا عندي فيروس، وعندي كلى، ورجلي الشمال ورمه، وعندي ضغط، وعندي تعبانه خالص، و165 كيلو، ومش عارفه اخس خالص. حبيبتي مش عارفه اعمل ايه يا دكتور عشان اخس؟ لا ما تقلقيش، ان شاء الله هتبقي زي الفل، واسمعينا كده وهقول لك برده على حاجات لمشاكل الكلى والتورم ده، وما تقلقيش حاجه، ان شاء الله هتبقي زي الفل. تابعينا يا امي، تابعينا. هقول لك كل حاجه. احنا ممكن نخلي الكنترول روم تسيب رقم التليفون بتاعها بس نحتفظ بيه، ونبقى نتواصل معاها بعد. هي طبعا قالت برده، شوفي هي سن كبير، عندها تورم نتيجه ان في مشاكل اكيد في الكلى، فيروس اكيد قصدها فيروس سي، فبالتالي رجلها ممكن تورم، زياده الوزن. وده بقى اللي ياخدنا ان شخص عنده مشاكل صحيه لما يدخل في البرنامج ده، مش فكره بقى ميزان خالص، ده هي لو بدات ان هي تتحرك احسن،
التورم ده يقل، وظايف الكبد والكلى بتتحسن، الهيلسي بقى بالظبط. فبالتالي اهو المشكله مش فكره انا رايح اعمل ري شيبنج او عادي على الشكل، لا ده هي عندها مشاكل صحيه. طبعا هي سالت برضه سؤال، انا هينفع اخد الحاجات اللي انتوا بتتكلموا فيها دي، كمون والقرفه والجنزبيل؟ مفيش اي مشكله ان احنا ندخل بعض المشروبات اللي بتزود معدل التمثيل الغذائي مثلا لحاجه زي كده، ولكن هشوف برضو مشاكل الصحيه اللي عندها. السؤال يا دكتور اسفل المقاطعه، هو مش فيروس سي والحاجات دي بتعمل استسقاء وحاجات في ميه، فبالفعل الحاجات دي بتزود في الوزن اصلا؟ هو مش فيروس سي اللي بيعمل استسقاء، هو فيروس سي بيهاجم خلايا الكبد، وبالتالي وظائف الكبد بتختلف، وبالتالي الاستسقاء ده في الحالات المتطوره والمتقدمه، مش على طول. ممكن ناس عندهم فيروس سي بقالهم 20 30 سنه ومفيش استسقاء، على اساس ان هي بتقول لحضرتك انا رجلي متورمه وفي مش عارفه ايه، فممكن كل حاجه ده مش استسقاء، الاستسقاء في البطن. في البطن الرجل المتورمة دي لها مشاكل كتير. اولا مشاكل الكلى بتعمل تورم في الرجل، يعني التصريف بتاع الجسم مش كويس، يعني هو بيجي من تحت لفوق. لو في مشاكل في الكبد ممكن تعمل تورم في الرجل، لو في مشاكل في القلب ممكن تعمل تورم في الرجل. كمان تورم بتاع القدم ده ممكن يجي للاشخاص اللي ما بيعملوش ما بيتحركوش كتير، وبالتالي بيتجمع الفضلات والويست برودكت تحت، وبالتالي بيحصل تورم. فانا نبقى عايزين نشوف ايه المشكله عشان نبدا نعالجها. يعني لو عندها اختلال في وظائف الكبد او الكلى لازم تظبط العلاج مع الدكتور بتاعها بالتنسيق مع البرنامج الغذائي. انما لو مجرد التورم ده نتيجه عدم الحركه، هنبدا ان احنا نشوف لها حتى بعض التمارين اللي هي حاجه اسمها سيركيولاتوري اكسرسايز، ان هي ازاي تعمل مضخه للرجل، ان انا مش رجلي طول ما انا قاعده، فبشوف ايه المشكله وابدا اتكلم. يعني احنا هنبدا دلوقتي ان احنا مثلا نوجه ليها ان هي تعمل مثلا تحاليل او تعمل كده، نشوف الهيلث الصحه بتاعتها الاول ايه. قالت انا عندي فيروس وعندي مشاكل في الكلى، لازم نعمل وظائف كلى وظائف كبد، وتتابع مع استشاري جهاز هضمي عشان نظبط الحاجات دي مع تنظيم وجباتها الغذائيه. بعض المشروبات هتفيدها الكلى مثلا، هناخد البقدونس والكرفس الصبح، ده رائع يا حاجه. تشرب ميه كتير، تحاول تتحرك في الشقه، مش هقدر اقول لها انزلي اعملي مجهود في الشارع، على الاقل تقوم تتحرك على قد ما تقدر في الشقه. البرنامج الغذائي هي قالت وزني 165، لازم نخش طبعا في برنامج غذائي على الاقل. انا مش عارف هي كميات الاكل اللي هي بتاكلها، ولكن على الاقل يا حاجه ممكن ناخد نص كميات النشويات اللي احنا متعودين عليها. يعني لو باخد رغيفين عيش في الفطار هاخد رغيف. طب لو عندها السكر، عشان دي بقى مهم جدا، هاخد رغيف وعندي السكر وبهبط ويجي لي نقص في السكر في الحق. لازم بقى عشان الرغيف فيه كم معلقه سكر اصلا؟ مش لو عندها سكر وبتاخد انسولين او بتاخد حاجه تقلل لها من مستويات السكر في الدم، وانا كنت باكل رغيفين وباخد 50 وحده سكر مثلا، 50 وحده انسولين، يبقى انا اوتوماتيك هاخد 25 على طول، لان ده ممكن يعمل لي هايبوجلايسيميا او نقص السكر. وعلى فكره في ناس بقى بالذات السكر النوع الثاني، تخش في برنامج الانقاص الوزن ونبدا نقلل لها بجرعات العلاج اللي هي بتاخده، والسكر بيروح، لان مفيش مرض اسمه سكر خصوصا النوع الثاني، هو اختلال في تنظيم معدلات التمثيل الغذائي. سكر وهمي يعني، سكر نتيجه اللايف ستايل الخاطئ بتاعنا. وبالتالي لما ابدا اظبطه وابدا اكل صح وامشي واحسن من كفاءه مستقبلات الانسولين اللي في الخلايا عندي، خلاص السكر مش كتير. فعلا لما بيعملوا دايت يقول لك انا حاسس ان انا هفتان، مش قادر، انا عايز اكل حاجه مسكره. حاجه مسكره لان مستوى السكر، هو ده بيبقى خايف يقول لك طب انا لو خدت دي هتزود الوزن. بس احيانا شيماء لو كنا حاجه مسكره بنحس ان احنا دايخانين، عايز حاجه حادقه. ليه؟ بالحالة دي أنا بيحصل ارتفاع في مستوى السكر فجأة في الدم، فبالتالي الجسم على طول بيفرز انسولين عشان يوطيه، فلما يقل بهبط تاني وببقى عايز اكل تاني. لذلك التنوع بقى في ايه؟ ان انا اكل على فترات. وهو ده في فكرة بقى ان انا مهبط، لا ده بالعكس. الرجيم الناجح او الدايت الناجح ان انا يبقى في ما بين الوجبات فاكهة، كالوريز قليلة، فيتامينز كتير، سلطة، عصاير. لازم كمان ادي للمريض ده ثقافه ازاي تعرف ان انت عندك نقص في مستوى السكر، خصوصا لو مريض سكر. ايدك بتسقع، بتعرق، بتدوخ، في الحاله دي مفيش حاجه اسمها هتاخد حاجه مسكره، لان ده معناه ان مستوى السكر قل. وعلى فكره مستوى السكر لو قل في الدم اخطر بكتير من ان هو يعلى، لانه يعني ممكن يوقف القلب. مستوى السكر لو قل، لذلك مريض السكر اللي بيعمل دايت مهم جدا ان هو يبقى فيه خريطه للجرعات بتاعه علاج السكر مع كميات الاكل اللي هياخدها. لو عمل ده صح هو ممكن يستغنى عن علاج السكر، ما يبقاش عنده سكر اصلا. يعني السكر راح، مفيش سكر، خصوصا النوع الثاني اللي هو مش معتمد على الانسولين. طب احنا دلوقتي يا دكتور في الشتاء وبنحب ناكل كتير، وعندنا الوهم ان انا لما اكل كتير هدفى
وعايز اكل واحد اتنين ثلاثه، وعندي مشكله البطاطا. في كتير يقول لك ان البطاطا استحلم بتتخن المشروبات جدا بحب استحلم كتير يقول لك ان البطاطا بتتخن، وفي يقول البطاطا ما تتخنش. طيب احنا بقى عايزين بقى من هنا تبقى نقطه فيصل، ايه ايه اللي نقبل عليه وايه ما نقبلش عليه في حين ان انا اخلي جسم كويس وابقى لايف ستايل. هو مفيش حاجه جمله الاكل او الاكل او النوع من الاكل ده بيتخن او بيخسس، دي جمله خاطئه. تمام مفيش حاجه اسمها كده، لان دي سعراته على حسب انا بحط ايه. الشتاء هو مظلوم في فكره انا بتخن في الشتاء. لا، انت مش بتتخن في الشتاء، انت بتتخن نتيجه العادات اللي الشتاء بيخليك تعملها. الشتاء ممكن نخس فيه كويس جدا او نخش اصعب دايت او اصعب الشتاء. ليه؟ اولا ما بشربش ميه كتير، وبالتالي المعده تلت ميه تلت اكل تلت هواء. انا تلت الميه مش موجود، هملاه بايه؟ بالاكل طبعا. فاذا انا ما باخدش ميه فبالتالي بجوع فباكل، دي اول حاجه. فده اللي بيخليني ازيد. السعرات الحراريه العاليه بتحس الجسم ساعات بالدفى، ان انا اكل كتير انا عايز اتدفى فباكل كتير. ففي الشتاء باكل كتير. المجهود البدني بيقل جدا في الشتاء. انا سعيان دلوقتي على فكره. التكييف ده انتوا مظبطينه والله، انتوا فكرتوني بالشتاء. متوصفين بحضرتك. ففكره عشان نعيش جو الشتاء انا حاسس كده جو الشتاء. تاكل ايه بقى يا دكتور؟ لا زي الفل. ففكره الشتاء ملوش اي علاقه بزياده الوزن، ليه علاقه بالعادات اللي انا بعملها. بالعكس الشتاء ممكن يبقى حاجه رائعه، لان بروده الجو بتخليني الجسم يبدا ينتج طاقه زياده عشان يدفي الجسم، فبالتالي انا هبذل مجهود اكتر او هخلي الجسم يشتغل اكتر. فانا لو عملت نظام بدني ان انا همشي نص ساعه او ساعه في الشتاء رائع جدا، نظمت وشربت ميه، هيقلل لي من الشهيه التلت بتاع المعده اللي فاضي ده، هملاه ميه بدل ما هملاه اكل. فعلا في ناس عندها مشكله مظلوم في شرب الميه، ملوش علاقه بفصل معين انا بزيد او بخس. واحنا ممكن نستبدل الميه بمشروبات؟ يعني استبدل الميه بان انا اشرب شاي اخضر؟ لا، في ناس يعني ممكن تقول لي انا ما بشربش ميه، مش عايزه اشرب، بس بيجي عليا يوم بشرب كميات ميه بطريقه فظيعه. ما شربتش ميه. الميه لازم تبقى روتين، كانه حاجه كانها الاكل. انا مش بالظبط مش لازم اشرب، يعني مثلا اقول لك ايه اشربي ازازتين ميه في اليوم، فانت تجيب الازازتين. عايزه اشرب الازازتين، انا بوزعهم على اليوم. انا باخد كوبايه ميه كل ساعه. الميه ليها فوائد، الامساك اللي انت سالت عليه في الاول ده. هو الميه طبعا كويسة جدا في موضوع الامساك ده، زيادة معدل التمثيل الغذائي، يعني بتساعدني لان هي بتساعد الجسم يتخلص من السموم، والدهون اللي احنا بنتخلص منها هي جزء من السموم اللي في الجسم. الجلد والبشرة طبعا، الستات والبنات نضارة والجلد والبشرة ليها علاقة جدا بشرب المية. فالمية ليها فوائد صحية كتير جدا، لازم ان انا احطها في يومي، مش لازم ان انا اشرب مية بشكل، اخد مية على مدار اليوم كوباية مية. فبالتالي في فصل الشتاء احنا بننسى الميه نتيجه ان الجو ما بيخلينيش اعرق، فبالتالي مش عايز ميه. انا كنت بشرب ميه كتير غصب عني بقى. انا بعطش. انما طبعا انا ما بعطشتش نتيجه بروده الجو، ما اشربش ميه، وبالتالي افقد ميزه الميه الصحيه اللي هي بتديها لي، سواء ان هي تعالج الامساك، سواء ان هي للبشره، سواء للسموم. فبالتالي لازم احطها. دي ثقافه بقى. دي بقى فكره، انتوا دوركم دور الدكاتره ان هي تنشر الثقافه دي. فكره المريض مش الدكتور ما بيعالجوش، ده هو بيغير له ثقافته. عشان كده فكره السعرات انا مش بدي له سعرات يمشي عليها، انه لسه ما غيرش ثقافته. هو لما يبدا يغير ثقافته الصحيه ده شخص مش محتاج دكتور بعد كده، ويكون هو قابل ان هو عايز يسمع. اكيد هو طالما جه للدكتور هو عايز، بس عايز حد يساعده. بس احيانا بيجي يا دكتور وبيمشي. برضه السؤال ده يا دكتور، ان احيانا لما من كتر ما بعمل دايت كتير بمل، بخش في حاله اكتئاب، بيجي لي امساك. طيب هقول لك بقى الموضوع ده، هقول لك تجربه. ولد حاجه و20 سنه طبعا بياكل، بيروح وجبات سريعه مع صحابه، جالي 140 كيلو. طبعا مشاكل نفسيه جامده. نفسيا دي حاجه مهمه جدا، بدانا ان احنا نتكلم معاه ونحط له. المهم الولد ده جميل، نزل 20 كيلو، رائع جميل. بس من 140 ل 120 رائع جدا، ولكن هو ستيل موجود عنده زياده في الوزن وعنده سمنه. جه عند ال 120 حصل له الحاله دي. قال لي انا زهقت، بس كويس ان هو جه وقال لي. احنا متفقين ان انت هتيجي تقول لي اي مشكله. انا زهقت، انا عايز اثبت. كنت لسه هسال حضرتك. عايز اثبت. ما فيش حاجه اسمها اثبت. هل انا لا ما فيش حاجه اسمها هو يثبت عند 120 كمان يعني. او ممكن يجي يقول لي انا عايز اعمل تكميم. هكلمك بقى في النقطه دي. هو عند النقطه دي حصل له ايه؟ هل هو رافض ان هو وزنه ينزل؟ ما
هو عايز يخس بس ازاي؟ هو زهق، هو بقى عنده مشكله نفسيه. الدكتور هنا هيتعامل ازاي؟ لو انا اتعاملت علميا ما فيش حاجه اسمها تثبت عند 120. أزح. انت وزنك زياده، انت هيحصل لك مشاكل مفرطة. براحتك، دي صحتك، سلام عليكم، هيروح يقطع كل الورق ويرجع تاني 150. لا خالص. طيب خلاص احنا هنثبت جزء نفسي بقى، لازم اتعامل مع المريض هنا مش عايز اقول كطفل، ولكن هو مريض، يبقى انا الدكتور هنا وظيفته ان هو يساعده، اخد منه وبعد كده قلت له لا انت تروح اسبوع 10 ايام كل اللي انت عايزه ده تثبيت بالظبط وترجع لي. فهو صح. انا ربطه بخيط. لو في حاجه كلمني، يبدا يكلمني يا دكتور انا رايح اكل مع صحابي في مطعم كذا، اقول له بص شايف المنيو ده كل اللي انت عايزه. هو جالي طبعا حتى لو زاد 5 كيلو مش مهم، طز في الميزان طبعا زي ما اللي هي بعد ال 100 هو لان هو اللي خسر 20 كيلو. انا عايز احافظ عليه هو، لان هو ده رضيت الرغبه اللي جوايا، جه زاد كيلو مش مشكله يعني. فقلت له جميل، قال لي احنا كده بنثبت. تمام، قلت له احنا بنثبت وجميل، بس هناخد ايه بعض الحاجات كده نقلل تاني الوزن. قال لي ماشي يا دكتور. خلاص كان فك حاله الزهق او الملل، وبالتالي الشخص ده كمل ووصل ل 80 كيلو بالظبط. النقطه الفاصله هنا كانت فين؟ عند ال 120 لما جاله حاله المشاكل النفسيه والاكتئاب او الزهق. لو انا ما ساعدتوش هنا بقى مفيش حاجه اسمها العلم وما ينفعش. صح. في حاجه اسمها ازاي ان انا اتواصل معاه نفسيا، تاهيل نفسي. ففكره الجزء النفسي ده مهم جدا، والعين بيجي للدكتور عشان كده، عشان يعالج له المشكلات اللي بتخليه وقف. يعني نقدر نقول ان انا اخس وان انا حسيت ان انا بقيت مستاء جدا هوقف. تمام. وبعد كده اخد فتره نقاهه زي ما بيقولوا. تمام. وبعد كده هيبقى عندي الاستعداد ان انا هنزل. يبقى بالزبط. انا هنزل، يبقى انا هنزل بالزبط. زي ما احنا كنا بنعمل عشان ده. وفكره ان هو يتابع مع دكتور يكون مرتاح معاه في الطريقه ده مهم جدا، لان هو بيحس ان في حد بيراقبه، في خيط ما بينهم غير ان هو يسيب نفسه. طبعا اكيد. ولازم الدكتور يبقى امين مع المريض ده لحالته الصحيه. مش فكره رقم على الميزان. انا عايز الغي فكره ان الميزان مهم ومؤشر ان انت ماشي كويس او بتفقد كيلو جرامات على الميزان، اوكي، ولكن مش هو كل حاجه. انا عايزك صحيا تبقى افضل. طب انا عايز انزل ميزان ودهون سوا. مش لا انت طماعه كده. ما ينفع؟ طب طبعا اقول لك. طب دايما الدكاتره تقول اصل الجسم بيعند معاكي في الحته دي، فمش هتعرفي تنزلي مثلا ميزان او مش هتعرفي تنزلي دهون. طيب. ودور المكسرات هنا الصبح ايه؟ اللوز مثلا. حاضر هقول لك كل حاجه. تمام. فكره لا طبعا، هو انت لما بتنزلي ميزان بشكل صحي هو دي دهون وبتلاحظيها في لبسك اللي بيوسع بالظبط. بيبقى واسع، نفسك اللي احسن، ما بقتش اطلع الحركه بقت اكتر. طيب احنا هنقول مثال كده عشان فكره ايه، انا عايز انزل دهون مش عايز انزل عضلات. طبعا ده صح جدا. انت عملتي دايت فروحت للدكتور ماشي كويس قوي، حاسه بكل حاجه حلوه، لبسك بيوسع وبتنطط وبطلع السلم ما بنهكش، رحت اوزن لقيت نازله نص كيلو، جالي اكتئاب، دخلت في حاله من الاكتئاب عشان نص كيلو. طب احنا نروح للجزار نقطع نص كيلو لحمه، قطعتين لحمه قد كده. طيب. ونقطع نص كيلو دهون، ده نص كيلو وده نص كيلو. نص كيلو دهون قد كده، نص كيلو لحمه قد كده، دي العضلات ودي الدهون. النص كيلو دهون ده هو ده اللي انت فقدتيه، وبالتالي دي حاجه ممتازه جدا ان الحجم ده انت لما تشوفيه بقى هترتاحي. ان انا فقدت ده دهون، فبالتالي الجسم ممكن يفقد من نص كيلو لكيلو ونص في الاسبوع لو ماشي على دايت متوازن، وده يبقى حاجه رائعه. مفيش حاجه اسمها اصلا انا لازم انزل 3 4 كيلو. انت زدت وزنك ده في 20 30 سنه، مش في اسبوعين هتفقد الوزن ده. فدي حاجه مهمه جدا، الدكتور ليه دور في النقطه دي. لان لو انا مارست عليكي ضغط، انت اصلا جاي لي مضغوطه، انت اصلا متضايقه من الميزان. صح. لو انا ضغطتك اكتر وانت مش ماشيه كويس، يعني انت ماشيه كويس، فبالتالي انا اقدر اخرج منك افضل حاجه ايه. تمام. ففي النهايه لازم هنلاقي نتيجه صحيه وشكليه ورقميه كمان كويسه في النهايه، انما ما اخدش الحاجه بالقطع. يعني احنا النزول المثالي في الاسبوع حضرتك بتتكلم في كيلو او من كيلو نص كيلو لكيلو ونص كده مثالي؟ من نص طبعا من نص كيلو. يعني لو نزلت نص كيلو وانا ماشيه على الدايت مظبوط ممتاز جدا. ده حلو ممتاز جدا. وانا عندي سمنه طبعا كنا بنضرب لا 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 خالص. هو اول اسبوع بنزل فيه 3 كيلو الميه اللي بتنزل في جزء ميه وفي جزء دهون بنفقده، بعد كده احنا بنفقد الدهون بس. ممكن تنزلي مره نص كيلو، بعد كده ممكن مره تنزلي 2 كيلو، مره ممكن كيلو مره ما انزلش خالص، مره كيلو، على حسب. الفكره في ايه؟ على حسب ايه بقى؟ حسب معدل التمثيل الغذائي عندك اللي هو مرتبط بايه؟ هل انت انتظمتي على البرنامج اللي احنا عاملينه ولا لا؟ المجهود البدني عامل ازاي؟ هل عندك مشاكل اصلا صحيه؟ ممكن يبقى عندك امساك فالامساك مزود الميزان، الميزان مش مزود جسمك. تمام. انا لو مشيت دايت وعلى الورقه اللي حضرتك مديها لي وتمام كل حاجه، بس ما عملتش رياضه ده هيأثر معايا طبعا؟ ما نزلش طبعا هيأثر. وانا بعمل مجهود
المجهود هو الرياضه بس لا لو انا بعمل مجهود يعني بنزل وبطلع هقول لحضرتك يعني احنا لما بنتكلم على فكره المجهود انا بقول للشخص ده احنا عايزين نمشي من نص ساعه لساعه طيب الحاجه ام حماده ما بتنزلش اصلا تمام لا يبقى انت كده مش هتخسي مفيش حاجه اسمها كده هنبدا نعمل مجهود في البيت احنا ممكن نقفل على نفسنا اوضه نجري ثلاث خطوات جري خفيف لقدام ثلاثه يمين ثلاثه شمال ثلاثه ورا نص ساعه في ابلكيشنز كده جديده على الموبايل بتعملي بعض التمارين اي مجهود بدني هو بيحرق انا وانا قاعد بتكلم معاكم كده بحرق بس مش بحرق زي لو ممشيت قمت مشيت او جريت تحريك الايد دي ده كله طبعا ذهنيا بيحرق بس سعرات اقل طبعا معلش بتكلم على المجهود اللي هو مثلا حامل حاجتي في البيت مثلا ما دي حركه مجهود دي حركه دي حركه ودي مجهود ولكن مش زي ان انا هفضي نفسي نص ساعه في اليوم وفي واي حد عنده وقت نص ساعه بس ممكن جوه البيت مش لازم ان هو يخرج نص ساعه هقفل على نفسي هعمل رياضه هعمل تمارين هعمل حاجات الابلكيشن الموبايل اللي هي فيها جري في المكان بعض التمارين الرياضيه اخد الشقه رايح جاي اطلع سلم وانزل سلم في اشكال كتير من الحركه ممكن اعملها جوه البيت طيب. المتاح يعني انا وصلت لمرحله خلاص انا مش عارفه اخس مش عارفه انا عايز اعمل تكميم حلو قوي انتي ولا حد ثاني لا انا ايه اولا احنا كده بنخش في الحل الجراحي للسمنه الجراح في الطب طيب بصفه عامه مش انا اللي بقول كده ده الطب بيقول كده طيب. الجراحه هي الخيار الاخير انا مش لاقي اي حل فبلجا للجراحه تكميم طبعا عمليات السمنه بشكل هناخد اتصال يا دكتور الو هرد عليك السلام عليكم سلام احنا وراك ايه تشرف بحضرتك الله يخليك انا مسعد من البحيره استاذ شمال اهلا يا استاذ مسعد اتفضل اتفضل سؤالك للدكتور اتفضل ممكن اسال الدكتور اتفضل هو معاك سامعك اتفضل دكتور لو سمحت والله انا عامل عمليه في ظهري شريح ومسامير تمام وزني ابتدي يرفع لان بطلت الشغل والدكتور قال لي ما تشتغلش خالص ووزني ابتدى يرفع لحد 120 كيلو تمام فمبقتش قادر دلوقتي لا امشي ولا اعمل اي حاجه وكل مره الدكتور تغذيه وبتاع يحبكني زي ما انت حضرتك بتتكلم دلوقتي والوزن بيزيد مش بيخس طب يا استاذ مسعد طب بص يا استاذ مسعد بس انت العمليه عاملها بقالك قد ايه؟ عمليه الظهر نعم عامل العمليه بقالك قد ايه؟ عمليه الظهر عامل العمليه بقالي ممكن بس توطي بس التلفزيون شويه حاضر وحاضر حاضر العمليه عاملها بقالي زي 12 سنه دلوقتي 12 سنه؟ اه 12 سنه اه 12 سنه؟ لا قوم اتحرك بسرعه يا استاذ مسعد مفيش حاجه اسمها كده خالص انا هرد عليك طبعا كده في اي سؤال تاني؟ مسعد. في سؤال تاني عايزه؟ لا طب خلاص تمام. ماشي تابعنا ماشي اتفضل تمام لا مشكلة 12 سنة ده يقوم يجري ويلعب كورة وينزل مفيش حاجة اسمها كده طبعا اولا الحركة هي بتقوي عضلات الظهر تمام العمليات اللي بتحصل في الظهر نتيجة النزلق الغضروفي او مشاكل الفقرات كل الكلام ده بيجي لنا العيادات ان هو هيعمل علاج طبيعي انا بقوي عضلات ظهره ولازم يمشي لان اول حاجة في تقويه عضلات الظهر ان انا امشي لان انا وانا ماشي بشغل عضلات ظهر 12 سنه ده خلاص ده مفيش اي مشاكل هو والدكتور هنا مظلوم لان الدكتور ممكن يقول له ايه خد راحه فهو قال له خد راحه من 12 سنه هو مريح فما ينفعش انت لازم تتحرك يا استاذ مسعد ولازم تنظم المجهود البدني بتاعك يعني انت كده خلاص انت ظهرك ده انساه لو في مشاكل في الظهر في الم في الظهر احنا ممكن نعمل برنامج علاج طبيعي مع دكتور ان هو يستخدم لك بعض الوسائل اللي هي تقليل الم او الالتهاب لو موجود وتقويه عضلات الظهر ولكن المجهود البدني لا يتعارض مع الحاله الصحيه اللي انت وصفتها على الاطلاق تمام خالص لازم تعمل مجهود بدني طيب انا كمل بس عن بقى في التكميم ماذا اخر اختيار انا شخص عنده سمنه مفرطه مش واحد يعني مش حد مثلا طوله 170 سنتي وزنه 85 كيلو يقول لي انا عايز اعمل تكميم معده ده طبيا انا مش بقول وجهه نظري طبيا ما ينفعش طبيا ما ينفعش لان معدل كتله الجسم عنده هتلاقيه يعني اخره سمنه بسيطه او وزن زياده ومعدل كتله الجسم ان احنا بنقسم وزننا بالكيلو على طولنا بالمتر مربع لو الناتج طلع اكتر من 40% ده شخص عنده سمنه مفرطه هل ال 40% دول بس اقول ان هو يعمل عمليات تكميم؟ لا طبعا او عمليه او يخش في جراحه انا لازم ادخل الشخص ده في برنامج غذائي الاول وبرنامج نفسي ان انا ازاي ان انا اتعامل معاه نفسيا طبعا لازم الدكتور كمان الشخص ده مش جاي عنده مشكله صحيه او مشكله شكل الشخص ده عنده مشكله نفسيه بيجي لي شباب صغير عشرينات هو بيقول لي انا لما بقعد مع نفسي بعيط المشكله ليها ابعاد مجتمعيه
انا في المجتمع مش عارف البس، نظره المجتمع ليا عامله ازاي، مجهودي البدني، صحابي بيلعبوا وانا ما بلعبش، لما باجي اخرج، وفي البنات طبعا ما بقتش اخرج عشان شكلي مش عاجبني شكلي، فبالتالي هي عندها مجموعه من المشاكل النفسيه والصحيه والاجتماعيه. فكره العمليه دي اخر اختيار لحالات معينه، لحالات معينه سمنه مفرطه، بدا يبقى عندي مشاكل بقى في القلب، انا وصلت لدرجه خلاص زيرو، فبالتالي ممكن اخد قرار عمليه، ولكن انا لا انصح. طب انا اخدت قرار، طب انا عندي سؤال. عايزين بس سؤال بس سؤال ثواني. اوكي انا عملت العمليه وخلاص، هل هاكل زي ما كنت باكل بقى في الاول ولا في مخ؟ العمليه ان انا باخد جزء من المعده وبالتالي حجم المعده بيقل، ولكن بيبقى ليه احتياطات ان انا بدي فيتامينز عشان الفيتامينات اللي هتقل نتيجه ان انا بشبع بسرعه. طب يا دكتور الوقت خلص. طب يا دكتور ثواني يا شيماء، دقيقه واحده بس. دور الجرين بيرن هنا بقى هيساعد مع النظام الغذائي؟ القهوه الخضراء من الحاجات المستخلصه من الحاجات الممتازه جدا، ان هي بتزود لي معدل التمثيل الغذائي عشان فيها ماده الكافيين، وكمان ماده الكروجينيك اسيد دي ممتازه جدا ان انا اخش ببرنامج انقاص الوزن. فانا لو خدت كوبايه قهوه خضراء طبعا مع الدكتور اللي هيوصفها لي الصبح، هيبقى حاجه رائعه جدا في زياده معدل التمثيل الغذائي والنشاط البدني. ميرسي كتير يا دكتور. ليك يا دكتور، احنا لازم نكمل حلقه لازم فعلا يبقى لينا لقاء تاني. شكرا ليك يا دكتور، وسعداء جدا بيك، واستنونا ان شاء الله في حكاوينا في مصر يوم الثلاثاء. شكرا.